واو، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم قناة منسة منسة. هنا حبيت نصور لكم اليوم فيديو على الناس اللي عندهم شريحة أوريدو، لابيس أوريدو. احنا كنا من قبل حتى نروحوا الميلا، دركا الحمد لله عندنا وكالة هنا معتمدة، اللي عنده اي حاجة او استفسار او لابيس اريدو ولا حب يشري وحدة جديدة، هاو المقر هنا في سنتر فيل وسط مدينة فرجيوة. هذا مكان. المهم هنا جيت الساعة، كاينه هنا ساعة في سنتر فيل، نقول انفاس مزابي تاع مواد غذائية. من بعد مشيو شوية هنا الفوق تلقاوه قدامكم، هاو المحل راني صورته لكم، جميل جدا، روعة في الجمال، اللون أحمر وأبيض. المهم هذا هو المقر تاع الوكالة المعتمدة بمدينة فرجيوة. الحمد لله دركا ما عندنا حتى مشكل في التنقل باش نروحو الميلا، وكاينين هكذا ممكن تكون الظروف ما تسمحش، دركا الحمد لله ها عندنا وكالة هنا. الاستقبال كاين، يعني راح تلقاو راحتكم هنا بإذن الله تعالى. هنا نخليكم تكملوا الفيديو، راني صورت لكم المحل من داخل. نتمنى انه يكون فيديو ناجح باذن الله تعالى. اريد معكم في استقبالكم في اي وقت من الساعة 9 الى غاية المغرب. هذه هي تحياتي للجميع. لا تنسوا الاشتراك بقناتي منسة منسة، مشاركة الفيديو والإعجاب به حتى يصلكم كل جديد مني، وباش الفيديو يتوزع على الباقي تما يشوفوه ناس ويعرفوا بلي أريدو راه عندها مقر هنا بفرجيوة، يعني بلا ما نتشقاو الميلا ولا هنا في فرجيوة. شوفوا الطلبات تاعكم في لابيس، تحبوا تاكتيفي ولا عندكم مشاكل في لابيس ولا هاي أريدو هنا، ومرحبا بالجميع. نخليكم مع هذه الصور الجميلة، مع تحياتي، سلام.